مدام سمية، خلينا أبدأ معاكي. فنجان، خلينا أبدأ بالفنجان. إيه طبيعة الناس اللي عايزة حل لمشاكلها من خلال الفنجان، أو اللي عندها خوف من المجهول فبتلجأ لك وتقول لك اقري لي الفنجان؟ نفسيتهم بتهدى، يعني لما بيشوف الفنجان نفسيتهم بتهدى. اي حد عنده مشكله ما انت بيشوف الفنجان خلاص ممكن تكوني بتبيعي لهم الاوهام فنفسيتهم لا بتهدى. ما فيش اوهام، ما باخدش لمؤاخذه فلوس عشان ببيع لهم لا، اوهام. ما هو جمعيه خيريه، انت بتغير لهم الفنجان مجانا؟ ساعات بمجان، ساعات ما بيبقاش معاهم لا فلوس. مدام سمية، يعني قولي انا يعني بمتهن هذه المهنه ودي شغلتي، لان انت مش هتعمليها بدوافع خيريه وانسانيه، لا بيبقوا بتعمليها صحابي. بمقابل مادي. لا مفيش مادي، ما انت قلتي ساعات كده كلهم وساعات كده. صحابي، كلهم هم بقى من ذوقيا منهم، يعني ذوقيا ما هي منهم. بتيجي ذوقيا بقى. ذوقيا منهم، بس كلهم صحابي، كلهم طيب، حبايبي. هل ده علم؟ انا سامع يعني حتى هنا الدكتور عزه بتقول لك انه طبيعه القهوه هتعمل طبيعتها بتعمل خيوط متشابكه وتعمل اشكال ومناظر بهذا الشكل يعني، لكن ملهاش تفسيرات يعني. ليه بتبيع هذه الأوهام للناس؟ لا مش اوهام، مش اوهام، مش ما ببيع لهمش حاجه باخد مقابل ليها. ده حاجه دي يعني لا بتبقى خلينا، ما احنا قلنا المقابل بس. ما فيش مقابل طب ان ده انا ببيع ايه؟ لهم حاجه. ده علم مثلا؟ من صغري، من صغري اتعلمتيه ازاي؟ وقعت في غيط، كان عندي 12 سنه، فبسم الله الرحمن الرحيم لقيت حاجة طالعة لي من الأرض، لابس أبيض بنطلون وزي سروال كده. فكبرت واتجوزت وبدأت طيب، انا بس عشان حياتي. انا من انصار العلم والعقل، فدايما يعني هل احنا محتاجين عشان نوهم الناس باسطورتك ان انا اجد لها جذور مع الجن والجان، ولا لا مفيش جن، مفيش جن. امال ايه اللي طلع لك؟ راجل كويس، راجل كويس، خلاني حجيت وبصلي الحمد لله. انا ساعة الفجر ميدا قبل الفجر لا ما انت الاذان بتقولي يكون وقعت في صح. الميه باين، ولا ايه لا وقعت في الغيط، في احنا الغيط، بيتنا جنب الغيط، وايه اللي طلع لك بقى؟ حاجة من الارض طلعت لي لابس ابيض في ابيض، اللي هو مين ده؟ ايه ده؟ واحد بسم الله الرحمن الرحيم انا متذكرة شكله، دقنه دي كده هوت، وما شاء الله حاجة جميلة فعلا. فمعايا من هل انت صغري. محتاجه عشان تقنعي الناس باسطورتك يعني نقوم نعمل لهم اسطوره تانية لا يا استاذي، لا لا مش كده، مش كده خالص، انا ما باخدش مقابل طيب ليها. ايه علاقه ده بالفنجان؟ علمك الفنجان ازاي يعني؟ دي زي ايه يعني؟ سبحان الله، حاجه كويسه، حاجه كويسه. ساعات ابقى نايمه والاقي النور ينور لي في الحيط، قبل ما اروح احج لقيت الرؤيه، حاجات كويسه. لا طب اللي انت بتصدريه للناس ليه لما بيجي لك حد تقول ما تقولي له لو انت عايز تتعالج روح لطبيب، لو انت عاوز عندك مشاكل نفسية في طبيب نفسي، لو انت عاوز تنجح ذاكر واتعب، ما هو ده اللي لو انت بيحصل، عايز الحياة الزوجية تنجح، ما هو ده اللي بيحصل، هو امال ده طب ليه الفنجان؟ ما هو ده اللي بيحصل. بقول له انت عندك مشاكل في مدرستك، مشاكل الاستاذ بتاعك او الاستاذه بتاعتك، بتشوفي ده ازاي؟ في قلب الفنجان بيبقى في ورق قدامي، في مدرس، في مدرسه، يعني في حاجات. انا اميه اصلا، تقدر تشوف لنا داعش فين دلوقتي على الحدود مع في حد متسلل من ليبيا؟ حد لا ما فيش الحاجات دي، انا مش بدجل، مش دجل. ده ما انت اشمعنى شفتي ده؟ دي حاجة في الفنجان، أنا بشوفها في الفنجان. أنا أمية، ساعات بشوف حروف، أسامي، حاجات كويسة مش وحشة، مش دجل ما خالص. انا بقول لك لو ده علم، طب ما احنا نقعد بقى ونشوف داعش فين. انت بتقولي انا بشوف مين عامل لك مشكله في المدرسه ومين عامل لك مشكله هنا. أنت هتنجح، ربنا هيكرمك، بيبقى قدامي ورق أبيض جميل. طيب،